مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. انتم تشاهدون برنامج ستوريز وانا مروه العلج. اذا بدايه قصصنا اليوم من حسن الضيافه التي لاحظناها في مونديال قطر، والذي لم يقتصر على ما وفرته الدوله من مساكن وملاعب على اعلى مستوى واحسن طراز، وانما كذلك على ما بدر من اهلها مثل حمله اعزمهم في مجلسك، بل امتد الى المشجعين، فصار الضيف يضيف الضيف. هذا هنا هو غاتوسشين، مشجع أرجنتيني انتهت أمواله قبل أن تنتهي مباراة منتخب بلاده، فوجد نفسه مضطراً لمغادرة قطر قبل نهاية كأس العالم، وكان يجري مقابلة تلفزية ومعه أغراضه حين تغيرت خطته بالكامل، وهذا ما حصل. دعونا نشاهد. أرجنتين will take World Cup, no travel, حبيبي. Sit here, take trophy and go. No, come money. We are in. We are in peso. No problem. No, no. Sit in my house. Sit in my house. Argentina, the best. إذن كان يقول له لا تغادر وسوف أستقبلك في بيتي. بالتأكيد شاهدتم هذا الفيديو بتاريخ 3 ديسمبر، وصاحب العرض هنا مشاهدينا هو العماني أحمد باتو صانع المحتوى. قبل فاتوسشين العرض وانتقل إلى بيت أحمد، وسرعان ما أصبح الرجلان وكأنما تربطهما علاقة عميقة سابقة، وهكذا قضيا وقتهما معا. Welcome, habibi. Welcome. Thank you, Ahmed. Thank you. Justin. ولأن القاعدة تقول مشاهدينا لكل بداية نهاية، حان موعد انتهاء هذه القصة أيضا، وللأسف سيغادر غاتوسشين أحمد بنهاية هذا المونديال، وكان ربما مشهد المغادرة بينهما مؤسف جدا وقد جرى على هذه الشاكلة. لحظة صعبة صراحة مع داستن ماي برادر أرجنتين ويل وين وورلد كاب. بيكوز اوف ذس اي سي فور هيم نو ترافل حبيبي. I know Argentina will win. Why you travel? Why you travel? Al-Narim. He knows everything. I know Argentina will win. You have Messi. This gift, my friend, is for you. You deserve it. All the things you do for me. Thank you for everything. Thank you, bro. I appreciate all you do for me. Really. Thank you. Thank you are the number one. I say for you from first day. Qatar is your home. إذن أحمد حزين وقال بأنه حينما عرض على غاتوسشين أن يستقبله في بيته كان متأكدا بأن الأرجنتين سوف تربح، وهذا ما حصل فعلا. انقضى المونديال وغادر الزوار، الملاعب فارغة وبعضها ربما شرعوا في تفكيكه، عاد المشجعون واللاعبون كل إلى بيته. لكن من المهم الحديث عن تجربة بارزة جدا في هذا المونديال، وهي تجربة التطوع. تلقت قطر 400 ألف طلب تطوع من أكثر من 150 دولة، انتقت منهم 20 ألفا، بينهم 6 ليبيين، واحد منهم متطوع محلي وهو صالح العيساوي المختار أصيل مدينة بني وليد، وقد كان أحد المتطوعين في مبادرة الجمهور العربي لتشجيع المنتخبات العربية. نشاهد مع بعض أجواء المباريات بعين صالح، ثم نعود لنستضيفه معنا ونتعرف على هذه المبادرة بشكل أوضح. We'll be right back.
إذن معنا صالح العيساوي المختار، متطوع في مبادرة الجمهور العربي لتشجيع المنتخبات العربية. مرحبا بك صالح. لنبدأ ربما من توضيح هذه النقطة، ماذا يعني متطوع في مبادرة الجمهور العربي لتشجيع المنتخبات العربية؟ ما هي المهام التي توكل إليكم؟ السلام عليكم. مرحبا أستاذة مروة. أولا، مبادرة الجمهور العربي تقتصر على أنهم جمعوا مشجعين من جميع الدول العربية لتشجيع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم. كنا نشوف يعني شباب حتى من غير الدول المشاركة في كأس العالم جايين يشجعوا في المنتخبات هذه. قبل الكأس تقريبا بمدة شهرين أو شهرين ونصف كنا نجتمع في بعض الصالات الرياضية المغلقة اللي تكون يعني مبدئيا صغيرة، أصغر من ملاعب كرة القدم، فكنا نجتمع مع بعض نحفظ الأغاني والحركات لكي نكون في الملعب متناسقين، نغني نفس الأغاني وندير في نفس الحركات لدعم المنتخب اللي احنا ماشيين نحضر المباراة ونشجعه في المباراة هذيك. نعم. هل انتهت فاستمر نعم تفضل. نعم، كنت سأسألك ربما هل انتهى هذا الموضوع بمغادرة المنتخبات العربية أم ربما جرى استغلالكم في مهام أخرى؟ لا، هو كنا نحضر المباريات العربية كافة من دور المجموعات إلى المغرب لما وصل لنصف النهائي وأيضا إلى الترتيب الثالث. كانت المبادرة متواجدة وكانت عندنا جهة معينة في الملعب، بمعنى أن احنا اللي جالسين في الجهة هذه كلنا من مبادرة الجمهور العربي، كلنا حافظين الأغاني وحافظين الحركات والأهازيج اللي نشجع بها المنتخب اللي احنا نحضره المباراة متاعه. وكيف جرى اختياركم بالأساس؟ على أي ربما معايير أو أنه بمجرد التقدم يتم قبول الشخص؟ لا، أولاً هذا كله متطوعين، احنا المشجعين كافة متطوعين، بس بالنسبة لي يعني أنا كنت نعتبر المسؤول عن الشباب الليبيين. كنا نديره في تسجيل للحضور وكنا مثلا نشوفوا كم عدد الحضور، أنا كنت نرسلهم في الأهازيج اللي مغنوها اليوم، الجداول اليومية، أي مباراة حنحضروها، والتنسيقات كافة يعني من إدارة المبادرة العربية للجمهور العربي إلى الشباب الليبي أنا كنت حلقة الوصل بينه. هل مونديال قطر هو أول تجربة تطوع لك في المونديالات أم أنها كانت هناك تجارب سابقة؟ لا والله، هذه الأولى والأفضل صراحة. والأفضل. وهل تنوي المشاركة في تجارب تطوعية مع مونديالات قادمة؟ صراحة يعني هي كانت تجربة جميلة، بس مش حتكون بجمال في دولة عربية بين شعوب عربية وشعوب مسلمة، ثقافة أنت تقدر تختلط فيها، تقدر تدخل فيها، بس الله أعلم كيف حيكون المونديال القادم، والله أعلم هل حنستطيع يعني المشاركة والتطوع هناك أو لا. نعم. طيب، من خلال هذه التجربة أحمد، لو تنقل لنا مثلا بعض الأجواء هناك، موقف طريف أو ربما موقف غريب أو أي شيء تعرضت له بقى في الذاكرة من هذه التجربة؟ لا، ما اخترش في بالي موقف معين الآن. طيب، حدثنا قليلا عن قطر ما بعد المونديال. كنا نرى سوق واقف يعني مليء بالأشخاص، ربما قطر كانت لمدة شهر أو أكثر قليلا يعني بلد لا ينام. كيف أصبح اليوم بعد مغادرة اللاعبين وكذلك المشجعين؟ صراحة هو صحيح كلامك، يعني البلد تعتبر فضت يعني خلت من الناس بين يوم وليلة فجأة، يعني يوم 18 ديسمبر يوم النهائي كانت ليلة حافلة، الناس يعني حرفيا ما نامتش إلى الصباح، احتفالات، لأن هو كانت يعني صادف شيئين، أولا اللي هو نهائي كأس العالم، وثانيا اليوم الوطني لدولة قطر، فكانت احتفالات إلى الصباح تقريبا يعني يوم 20 ديسمبر 21 ديسمبر رجعت الدولة يعني كما هي، ويعني مش زي ما اعتدنا عليها في الشهر اللي فات. نعم. إذن الدولة من الطبيعي أن تعود كما هي، لأن المونديال انتهى، ولكن نتمنى أن نراك في مونديالات قادمة كمتطوع. أيضا شكرا جزيلا لك صالح العيساوي المختار، كنت معنا مباشرة من قطر.
بسواعد شابة وتبرعات من القلب نابعة ونية خالصة في تحسين مدينتهم، شحذوا هممهم وهبوا هبة واحدة، إنهم شباب العزيزية. في مبادرة عفوية جاءت من أحد أبناء المدينة وهو محمد قريصيعة، قام شباب مدينة العزيزية مشاهدينا بتنظيف أحد درجها، فحولوه من مكب قمامة إلى وجهة بارزة للصور، وينوون أن يحولوه إلى مكان للنزهة بالاستفادة مما تبقى من أموال التبرعات لتشجيره. هكذا كان الدرج مشاهدينا، سوف نلاحظ في التقرير بعد ذلك كيف أصبح. اللافت بعد الحملة هو جودة التواصل والشفافية فيها، فبعد انتهاء الحدث خرج محمد وتلا على الناس بالأرقام دون أسماء، ما استقبله من تبرعات وما صرفه في ماذا وما تبقى وماذا سيفعلون به، في رسالة تحمل أبعادا كثيرة يحدثنا عنها محمد قريصيعة شخصيا بعد هذا التقرير. بدك في يدي بإذن الله نديروا حاجة جنين، نستنى فيكم. حتى نتعرف على هذه المبادرة أكثر معنا محمد قريصيعة ناشط مدني، مرحبا بك محمد. أنت طبعا موجود معنا اليوم للحديث عن هذه الحملة التي لقت صدى واسع كثيرا، وحتى نلهم الناس مجددا أن يقوموا بمثل هذه المبادرات التي نشجع عليها، ولكن ما لفتني ربما قبل أن نخوض في الحملة في حد ذاتها هو ما أتى بعدها. أنت مسكت الأوراق أمام المكان الذي تم تنظيفه الدرج وبدأت بقراءة الأسماء، هناك ربما نوع من الصراحة والشفافية والمصداقية، أريد أن أعرف ما هي الرسالة التي تريد إيصالها بتسجيل ذلك الفيديو للحديث عن المصروفات وفيما صرفت إلى غير ذلك؟ أهلا وسهلا بك أستاذة مروة. بداية طبعا فكرة الحملة هذه احنا كنا فايتين من الدروج هذا اللي هو زي ما شفتوا يعني قبل وبعد، فخطرت الفكرة ان نديروا شيء يعني نضفوا هذا المكان بحيث انه يكون واجهة، وايضا هو يعني يعتبر من معالم المدينة يعني، وزي ما قلنا في الفيديو ان هلبة مدن ما عندهمش نفس المكان هذا بنفس التضاريس هذه، فقلنا يلا درنا الفيديو ويعني وصار تفاعل كبير يعني فاق توقعاتنا يعني، سواء من التبرعات او من الشباب اللي تفاعلوا معنا. تمام، بدينا الحملة هذه ولما وصلنا يعني لمبلغ كويس، وصلنا لمبلغ يفوق 3000 دينار في فترة بسيطة من الزمن، فقلنا يلا هي فرصة، وقلت حتى بيني وبين نفسي أنا حاليا حندير محاكاة يعني، بنعتبر نفسي شخص مسؤول، أعطوني ميزانية وبندير مشروع اللي هو مشروع البسيط هذا المهم محاكاة يعني. فتمام بدينا في البرنامج هذا والشباب بارك الله فيهم مدوا ايديهم يعني، وكان فيه زخم كبير زي ما شفتوا، كان فيه تفاعل يعني، صدى الحمله وصل حتى للولايات المتحده الامريكيه، في حد من منطقتنا مهاجر من فتره تواصل معنا طول وتبرعنا بمبلغ يعني، حتى اعلاميا تميزنا يعني من الفيديو الاول، فالحمد لله تفوقنا زي ما شفتوا. اما بالنسبه للافصاح وان اكشفنا الارقام بالمصروفات وبالتبرعات وإلى آخره، الرسالة وراء الشيء هذا أنه الموضوع هذا ما كلفش مبلغ كبير، الموضوع هذا هو يعتبر يعني نعتبره فيه إحنا كشباب وسكان المنطقة أيضا يعتبروا فينا درنا إنجاز في فترة بسيطة، كان تفوق المحاكاة والدور اقتمصناه. طيب محمد، أو اقتمصته شخصيا. نعم بكل شفافية كان وكل نجاح والحمد لله. لدي تخمين. تفضلي. أتى من ثلاث عناصر،
العنصر الأول هو الشفافية التي تحدثنا عنها. العنصر الثاني أنك أكيد. قلت بأنك تحاول محاكاة يعني تجربة شخص مسؤول أوكل له تنفيذ مشروع. المعطى الثالث هو حضورك معنا اليوم بالبدلة. السؤال، هل تنوي الترشح لأي منصب سياسي؟ والله شو بنقول لك، أنا البدلة طبعاً غالباً نلبس فيها تمام، لكن طموحي أو نظرتي قدام، أنا من صغري زمان كنت نقول لحياة والدي رحمة الله عليه، نقول له بابا نبي نولي رئيس كيف ندير، يعني حلم من الطفولة، يعني موجود مش بعيد طبعاً. نعم. بالذات في ظل في ظل الانتخابات والحرية والانتقال السلطة بالشكل السلمي هذا والانتخابات، أكيد حلم ومش بعيد. فليش لا، أنا من نطمعش أن منصب سياسي أو منصب كبير، نتمنى أن يتم دمجي أو توظيفي في الدولة. للعلم حتى وظيفة في الدولة ما عنديش شخصيا، وزي ما شفتوا يعني عندما نقدمه أنا حاليا مش حنقولك حنقدم لخمسين عام، لا، عندي فترة الشباب هذه عندي شغف، عندي حب لبلادي، حب لمنطقتي، حب حطني حتى في بنغازي نخدم. نتمنى أن يعني يشوفوا لي أنا ويشوفوا للشباب اللي هم هلبة معاي كانوا، وأبرزهم يعني أخص ذكره بالاسم، جاري وصديقي ودراعي اليمين سند لخوالدي اللي دائما يكون هو الأول معاي ويكون متجاوب جدا. في شباب هلبة، بس للأسف يعني عليهم غبار يحتاج أن يتم نفض هذا الغبار وصقل قدراتهم ودماجهم في المجتمع، ولما لا تسليمهم مشاريع. تحدثت عن مبلغ متبقي محمد، وقلت بأن هذا المبلغ سيتم ربما شراء به شتلات التيكوما حتى يتم زراعتها إلى غير ذلك. ما هو سقف الطموح اليوم هذه المبادرة؟ هل ستبدأ من تنظيف الدرج ثم التشجير وتقف، أم إلى أين يمكن أن تمضي هذه المبادرة؟ هل يمكن أن نرى ربما مبادرات مشابهة بأماكن أخرى غير العزيزية، غير هذه المنطقة، الجيران و والعائلة ربما؟ أكيد. الإجابة أكيد واضحة، بعد الدعم المعنوي منكم أنتم، بعد الدعم المعنوي من الناس، الدعاء بالخير، أن يكون في استضافة معكم، الشيء هذا محفز جدا للاستمرار، مش في منطقتي بس، مستعد نخدم وندير أكثر من ندير أكثر من شيء في أكثر من مكان ولو كان بسيط. يعني تحفيزكم وتشجيعكم هذا يعني يعطينا قدرة وطاقة إيجابية أن نقوم بالمزيد، وبإذن الله مش حتكون النهاية، مجرد البداية البسيطة هذه بإذن الله. نعم. طيب اليوم غير الدعم المعنوي الذي تلقيتموه، ما الذي تحتاجونه حتى تواصلوا المسير في هذا المسار؟ تمام. بالنسبة للدعم المعنوي، بارك الله فيكم وبارك الله في الجميع. بالنسبة لما نحتاجه للاستمرار، نحتاج أن يكون في فرصة أكثر للشباب، يكون في مجال، يكون فيه فرص. يعني إحنا توا نوعا ما إحنا جاهزين لو أن بيديرونا فرصة. أنا دائما بينه وبين نفسي نقول it's better to be prepared for the opportunity and don't have one than have an opportunity and not be prepared. أنا جاهز لو بتعطيني فرصة توا، ديما المقولة هذه نردد فيها في داخلي، أعطيني فرصة وشوفني وشوف الإنجاز على الواقع، شوف الشفافية وشوف الإفصاح وشوف النجاح بنسبة مش 99.9، بنسبة 100% بإذن الله. نعم. سواء الناس والشباب اللي معي. نعم محمد، شفنا عينة ربما عن الإفصاح والشفافية وحسن استغلال التبرعات التي تلقيتها. نتمنى أكيد. أن تحظى بالفرصة التي تريدها فعلا. شكرا جزيلا لك محمد قريصاعة، كنت معنا مباشرة من العزيزية. إذن وصلنا إلى فقرة توب 5 شوتس مشاهدينا، والصورة الأكثر تداولا هذا الأسبوع، أو هي ليست الأكثر تداولا، هي الخامسة في الترتيب. نبدأها بهذه الصورة من احتفالات مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين الذي مسك خلالها دمية تحمل وجه مبابي اللاعب الفرنسي صاحب الأربعة أهداف في المباراة النهائية لبطولة العالم، وهو سلوك أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا، ووصفوه بالغبي والسوقي ونعود أخرى، في حين تقدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشكوى رسمية بالخصوص للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. أما الصورة الرابعة مشاهدينا فكانت للبرازيلي ريتشارلسون بتسديدته في مرمى صربيا بعد تفوقه في تصويت الجماهير على 9 أهداف أخرى مرشحة، من بينها تسديدة اللاعب السعودي سالم الدوسري، وقد منحتها الفيفا من أجل هذا الهدف جائزة أجمل هدف في مونديال قطر.
أما الصورة الثالثة فهي هذه، هي تظهر عناقا حارا بين ميسي وسيدة ظن الجميع أنها والدته وتداولوها على هذا الأساس. ليتبين بعد ذلك خطأ هذا الادعاء، فالسيدة التي تحضن ميسي هي أنطونيا فارياس، وهي طاهية المنتخب الأرجنتيني لأكثر من عقد. إلى الصورة الثانية مشاهدينا، وهي للرسام الكاريكاتوري الأردني أسامة حجاج التي تندر فيها على أوروبا ما بعد انتهاء المونديال وعودة المشجعين الذين ينتمون إليها وهم يرتدون الجلابية والعقال القطري بعد أن تحول لموضة. وقد أخذت هذه الصورة انتشارا واسعا جدا. أما الصورة الحاصلة على أعلى نسبة تداول لهذا الأسبوع فهي هذه مجددا، هي لميسي وصورته بالبشت، وتأتي ضمن ألبوم صور من احتفال التتويج، وقد حاز الألبوم ككل على أكثر من 73 مليون إعجاب، محطما بذلك تحدي البيضة التي ظلت لسنوات عديدة محتلة المركز الأول كأكثر صورة حاصلة على إعجابات في تطبيق إنستغرام بفارق أكثر من 15 مليون لايك. تفرض الفيفا قوانين صارمة، منها أنها تحدد من يتواجد على أرضية الملعب لحظة الاحتفال بالفوز ومن يحق له لمس أو مسك الكأس، وهم عادة اللاعبون والمدرب والفائزون السابقون بكأس العالم وكذلك رؤساء الدول. لكن هذه المرة مشاهدينا كان هناك ضيف يبدو أنه غير مرغوب فيه حسب المغردين وكذلك ملامح بعض اللاعبين، وبالتأكيد من قبل الفيفا التي خرق قوانينها. هذا الضيف هو الشيف التركي المشهور نصرت أو مشهور حول العالم هو بحركة رش الملح هذه، والذي نزل إلى ملعب لوسيل بعد الحفل الختامي وتصور مع اللاعبين وقبل الكأس وكذلك مسكه، يعني ثلاث خروقات، وقام بحركته الشهيرة أربع خروقات وهي رش الملح عليه لكن دون ملح طبعا. هذا سلوك مشاهدينا أغضب الفيفا كثيراً، التي فتحت تحقيقاً كشفت فيه كيفية دخوله نصرت وأفراد آخرين بصورة غير مبررة لأرضية الملعب، ووعدت باتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تصل حد منع الشيف التركي من حضور بطولة أمريكا والتي ستقام بعد أربع سنوات، بعد أن كان الشيف نصرت ضيفاً منتظماً أو منتظماً لبطولات العالم لعدة مواسم. إذن مشاهدينا بعد سماع هذه القصة أخبروني عن رأيكم فيها، كيف تعلقون على تصرف الشيف نصرت من جهة وإجراءات الفيفا من جهة أخرى؟ بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج ستوريز، كنتم معي أنا مروى العلج، أراكم بخير الأسبوع المقبل.